نعم، مساء الخير، بس هل تسمعوني؟ ليليا، مساءك سعيد. معك أطباء مقيمين، هل كان توافينا بآخر المستجدات حول هذا اللقاء؟ تفضل ليليا. نعم، بعد ساعتين من الاجتماع مع الوزارة الوصية، أنا يتواجد معي بعض الأطباء المقيمين، راح يعطونا جديد هذا الاجتماع. راح نبدأ بالطبيب المقيم هنا على يساري. أهلا بك، أعطيني الأسم. دكتور عبد الرحمن إقبال. من أي ولاية؟ من ولاية وهران. إذا كيفاش كان الاجتماع تاعكم؟ ما هي أهم النقاط التي؟ كانت هذه أول جلسة عمل حقيقية يعني مع سيد وزير الصحة، دامت قرابة ساعتين، طرقنا فيها لجميع طلبات الأطباء المقيمين وتناقشنا عليها وشافها وزير الصحة. في كان بعض المتطلبات، بعض اللي كان فيه اتفاق، كان فيه قبول من طرف سيد وزير الصحة، ولكن أغلبية المتطلبات لازم لها جلسة عمل مع عدة قطاعات، يعني اللي هي وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، والخزينة العمومية، والفونكسيون بيبليك يعني الوظيفة العمومي. فهذه وعدنا وزير الصحة بنقل انشغالاتنا ويكون فيه جلسة عمل يعني في أقرب الأوقات مع جميع هذه القطاعات اللي مسؤولة فيما يخص متطلبات تاعنا، ورانا ننتظروا فيها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للإضراب وكيفية يعني لا سويت اللي غادي تكون كاينة، حنا رانا هنا ممثلين عن طلب المقيمين ولسنا يعني مخولين باتخاذ قرارات. حنا نقولوا أطباء المقيمين ونقولوا لهم واش صرا وإليهم القرار. إذا الإضراب مازال مفتوح يعني؟ إلى إشعار آخر مازال مفتوح، بما أنه مازال ما قمناش بالجمعيات العامة على مستوى الكليات، ومازال ما قمناش بالانتخاب يعني فيما يخص قرارات على وقف الإضراب أو يعني التكميل فيه، ولا إذا كان في وقفة وطنية ولا ما كانش في وقفة وطنية، هي تبقى على أطباء المقيمين هما ينتخبوها وهما يقرروها. وقتاش راح يتقرروها؟ غدوة إن شاء الله يكون فيه جمعيات عمومية على مستوى الكليات، ويكون فيه قرير. إحنا إن شاء الله يعني تكون هذه جلسة العمل التي وعدنا بها، اللي تكون كما قالك ملتي سيكتوريال، يعني فيها القطاعات المختصة في المطالب، إن شاء الله تكون في أقرب الأوقات، لأن الإضراب ديجا راه في أقرب أكثر من شهرين راه بدا، وصرات فيه وقفات وطنية، وصرات فيه أحداث، وحنا ماذا بينا ما تكملش، وماذا بينا يعني يكون فيه رقي بقطاع الصحة نحو الأحسن لتكفل أفضل بالمريض. يعني ماذا بينا جلسة عمل تكون بسرعة ونتخذ قرارات بسرعة باش هذه الأزمة اللي رانا فيها تتوقف. إن شاء الله. شكرا. معي طبيبة مقيمة أخرى. من أي ولاية؟ من ولاية الجزائر. الأسماء عسيري زهرة. إذا زهرة، كيفاش كان الاجتماع تاعكم؟ حدثينا على أهم النقاط اللي تحدثتوا عليها مع الوزير، وشنو هما الطلب يعني المطالب اللي لبوهم واللي مازالوا؟ كونسيرنون النتيجه، فيما يخص الخدمه المدنيه، دوك درنا اون سان جوستومون تاع ترافاي، ناقشنا النقاط واحده بوحده، مي كاين بزاف نقاط اللي الوزير ما يقدرش يعطينا نتيجه اليوم، بما انها يدخل فيها مصالح اخرى. دونك على بها راهي نورمالمون سي بريفو نديرو دي كوميسيون ودي ريونيون يكونوا فيها الممثلين تاع احنا تاع الاطباء المقيمين، باش نسيو نلقاو حلول باش نشوفوا الموفمون هذا. اسمحي لي، فيما يخص تحسين التكوين، هو الوزير تحسين التكوين ماشي ما يخصش وزارة الصحة، التكوين يخص وزارة التعليم العالي. درنا اجتماع أول معاه، ورانا رايحين نعاودوا نجتمع معاه. دونك وزير الصحة ما يقدرش يعطينا الإجراءات والاتخاذ تاع التكوين، فيك ماشي ما تخصش المصلحة ديالو. ممكن معك؟ نعم. تفضل. أنا حنسقسيك على نقطة أخرى، هي الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. هما ديجا الأطباء المقيمين طالبوا بهذا المطلب، كيفاش ناقشتوا هذا المطلب مع الوزير؟ نعم، ناقشنا هذا المطلب مع الوزير، ونحن ننتظر يعني بالنسبة لجميع المطالب ننتظر يعني اللجان التي ستنصب لدراستها، لأن ليست لدينا حلول واضحة إلى حد الآن، ولهذا نحن يعني ننتظر بشغف هذا العمل، الذي لأن الأطباء المقيمين في انتظار يعني حلول جدية، ويعني اللي تكون حبر على ورق بالنسبة لهذه الحلول. ويعني اليوم كانت يعني جلسة عمل حقيقية، ولكن ننتظر
عمل اللجان والحبر ليؤكد لنا فقط الأطباء المقيمين لم يتم بعد تعليق الإضراب في العديد من مستشفيات الوطن إلى غاية عقد اجتماعات عامة. نعاود لكم نفس السؤال، اذا انتم مش حين تحبسوا الاضراب حتى يعني يجتمع كاع الممثلين تاع الاطباء المقيمين؟ نعم. نعاودوا واش قال الممثل تاع وهران، نحن ناكدوا ونعاودوا ناكدوا بلي مجرد ممثلين وماشي حنا اللي ناخذوا القرارات. كي قرار يتاخذ ما يتاخذش باسمنا، لو موفمون تاعنا مخدوم هكا، دونك حنا كاين ممثلين ومن بعد في كل مستشفى كاين مختلف الممثلين، وكي يكون كاين قرار نتكلموا مع الممثلين اللي نتكلموا مع جميع الاطباء المقيمين على كاع لو تيريتوار ناسيونال باش تماك نفاليديو القرار لا ديسيزيون باش نخرجوا. الاجتماع راح يكون غدا. لكي ليليا على كل هذه التفاصيل. كل ممثل شكرا ليليا على كل هذه التفاصيل. الاطباء المقيمين الخاصين في المستشفى تاعو، ويعني عندنا ممثلين في جميع المستشفيات على المستوى الوطني. ان شاء الله يعطيكم الصحه. شكرا. بس اذا هذه كان جديد الأطباء المقيمين. شكرا جزيلا لك ليليا ولي الأطباء المقيمين. سنعود